جيت تسأل كاتب الدولة للبيئة السيد المحترم هذايا اللي يكلف نفسه انه يتحول في اكثر من مناسبة الجربة، لانه يعرف انه الدجاجة هذه اللي قاعدة تجيب له في العظام الذهب يقلقوا انه فيها كارثة بيئية. صحيح، لكن كيف نجيو على طريقة المعالجة؟ المعالجة تولي امنية وبالمتراك. احنا لهنا مش باش نلوموا على الامنيين، ماناش باش نلوموا على الامنيين اللي ياتمروا باوامر السادة الافاضل اللي مبسكين على كراسيهم في القصبة ويعطيهم في الاوامر، واللي يتشتقوا النهارين ويقولوا المجتمع المدني هو اللي قاعد يعطل في مسار رفع النفايات في جربة كذب وسفيه، واليوم ردوه عليه وهو شفنا الكذب متاعه كيف قال لن استعمل القوة ولن استعمل القمع مع اهالينا في جلاله واخوتنا في جلاله. شفناها اليوم القوه كيفاش تنفذت وتمارست على اهالينا في جلاله، وكيفاش تنفذت وتمارست وبوحشيه كبرى على الصحفيين اللي مشاو يغطيو في خنارهم. ما يحبوش الصحافه، حتى الناس اللي تقول الكسب الوحيد اللي حققناه من الثوره هذه هو حريه التعبير والصحافه وحريه التنقل في الارض هذه، راهو يكذبوا عليكم. اليوم لا فما حريه تعبير ولا حريه صحافه ولا حريه تنقل، كان يلقاو يسلسلوكم الناس الكل وحتى حد ما يتنقل. رمضان لا شافوا رمضان ولا شافوا القر والسخانه والهم الازرق اللي تعاني فيه العباد، ما ترقدش الليل في جلاله. اخذوا قرارهم في امر دبر بليل، لانه الجبناء ما ياخذوا قراراتهم كان في الليل. الناس هذه بعد ما تعشات في السفاره الامريكيه اتعدت ربع ساعه للقصبه باش تكتب امر، ويمكن حتى الكتابه ما تكتبش لانه باش ما يتخلدش عليهم وما يتسجلش عليهم. احنا نقول لكم راهو شوف الحل واضح، وصرخنا به شعارات ونددنا وكررنا وعودنا وقلنا نفايات الجزيرة هذه ما دامت تنتمي لولاية مدنين راهي تمشي لولاية مدنين ومصب ولاية مدنين. من لا يرى غير ذلك الحل الوحيد تعطيونا ولايتنا وتو نجيبوا البيس هيكوندو ونهزوها لهايتي وتايلاند. سايرين في التصعيد، اما ان ترفع نفاياتنا الى المصب الجهوي بحامد اذا كانوا يعتبرون ان ننتمي لها الولايه هذه، او رانا باش نطالب وسنضطر الى الاعلان كريمو عن ولايه جرب، وخلي تكون الولايه رقم 25 في الجمهوريه التونسيه. يا حكومه عار عار في جلاله سالت نار، يا حكومه عار عار في جلاله سالت نار. كل شاهد في اخبار الساعه الثامنه الناطق الرسمي، انا اقول ليس ناطق رسمي او الناطق الكذب لوزاره الداخليه، ماذا يقول بعد ان شوى اهالينا في الجيم؟ ماذا يقول؟ يقول راه ما وقعتش اعتداءات في جلاله ولم يقع الاعتداء على الناس، واحنا بعد ما جربنا وشفنا سنلتجأ للحوار. اليوم بعد ما فما زوز مصابين بالرصاص ومجموعه كبيره اخرهم منذ تقريبا 10 دقائق، احد الاخوه في الجيف في جلاله هو في الطريق للمستشفى، اصابه بليغه على مستوى الوجه، لانه الاحداث متكرره، لان انطلقت الاحداث بعد شق الفتر انطلقت الاحداث مره اخرى. اذا انا اقول وانه اليوم من اغلق باب الحوار ومن سعى لبث الفتنه واللعب لعبات ورقات سياسيه على حساب اهالي جزيره جربه، لا لن نقبل بالحوار الا تحت سقف واحد وشرط واحد، ان يفتح مصب حامد او اي مصب خارج جزيره جربه. هذا السقف. مسبات عشوائيه لا قانون لا مسؤوليه. مسبات عشوائيه لا قانون لا مسؤوليه. مسبات عشوائيه لا قانون لا مسؤوليه. زبل جربه فيها اشعاعات نوويه، ولا زبلة جربة فيها الكيمياوي تقبلوه كل الكبائن القادمة من كل معتقد.
سكروا الطريق أمام سبلة جربة. أي منطق وأي عقل يقبل مثل هذه الأمور؟ وأنا أتجرع المرارة جراء ما يقع مع أهلنا في قلالة، وأريد أن أقول يبدو أن السلطة أصبحت تحن للعهد البائد، حيث أصبحت لا تتحدث إلا بلغة العصا ولغة القمع التي طالت فيما طالت أحد الصحفيين. وأنتم شاهدتم هذه المسألة وكأنها تقول لنا جميعا مع النفايات ومع الزبالة ومع الأوساخ ومع التلوث الذي تستنشقونه، أنتم الآن في حاجة للضرب والصفع والركل بكل الأساليب. لذلك أقول تعرفوا أحسن حاجة نخرج بها في الوقفة هذه هي الوحدة بين أطراف المجتمع المدني وكافة الحساسيات. إن الأحداث التي حصلت اليوم والاحتجاجات التي حصلت اليوم على الزميل نبيل بن وجدو مراسل صحيفة ميناكس الإخبارية إنما هي تصفية حسابات جراء أفعالنا وجراء أيضا وكباتنا لجميع التحركات. نقول للطفي بن جدو وإلى وزارة الداخلية وزارة إرهابية، نحن نخوض تجربة صحافة المواطنة، نحن نخوض تجربة صحافة المواطنة، وصحافة المواطنة غير مطالبة أبدا بالحياد. نحن منحازون انحيازا مطلق إلى شعبنا وإلى أهلنا. بعض الأنباء ألا أقول وبعض يعني بشرة على الأقل ستزيد في حماستها. هناك مفاوضات جدية أقول مع الأطراف المسؤولة على النقابات والاتحادات أن يوم الاثنين سيكون يوم إضراب عام